الساعة 11:30 من مساء يوم أمس تعرض مطار أربيل الدولي أو القاعدة العسكرية الأمريكية في قاعدة قوات التحالف إلى هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين. هذه الطائرتين المسيرتين المفخختين حقيقة لم يسفر هذا الهجوم عن أضرار مادية أو خسائر بشرية لحد الآن، بحسب ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان. للآن لم تعلن الجهة المنفذة لهذه الهجمات. هذه الهجمات حقيقة تكررت على مدينة أربيل في أكثر من مرة، هذه أعتقد الهجوم السابع لهذه المفخخات على مطار أربيل. التحالف الدولي الناطق باسم التحالف الدولي وين روتر أعلن بحسب بيان بأن هناك طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفت أو حاولت استهداف قاعدة قوات التحالف الدولي في محيط مطار أربيل. أعلن القائد أو أعلن الناطق باسم قوات التحالف تم إسقاط هاتين الطائرتين الأولى في بالقرب من قوات التحالف الدولي، قاعدة التحالف الدولي، والأخرى في محيط مطار أربيل الدولي. على الفور الحقيقة عبد الرحمن تم انتشار أمني كثيف في محيط مطار أربيل الدولي، وأغلقت جميع المنافذ للمطار، وأيضا أغلقت الرحلات الجوية لمدة ساعة أو ساعتين. الآن حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل حركة طبيعية جدا، والأوضاع آمنة ومستقرة. محافظ أربيل أوميد خوشنا أعلن، وحسب تغريدة عليه في تويتر أعلن عن بأن مدينة أربيل مدينة آمنة ومستقرة، ولم تهزها هذه الطائرات المسيرة المتكررة دائما. حقيقة هناك تنديدات كبيرة، هناك تنديدات من أوساط الشعبية وأوساط حكومية هنا في إقليم كردستان بهذه الهجمات المتكررة. دائما ما تشهد أربيل هذه الهجمات، حيث شهدت خلال فترة سابقة أيضا هجوم بصواريخ الكاتيوشا وأيضا طائرات مسيرة استهدفت حقيقة القاعدة القنصلية الأمريكية في مصيف صلاح الدين، أسفر أيضا عن خسائر مادية وأضرار كبيرة في منازل المواطنين. وأيضا كان هناك استهداف سابق لمطار أربيل الدولي والقاعدة العسكرية فيه، تمت أيضا بطائرات مسيرة مفخخة أدى إلى مقتل متعهد وأيضا مواطن نازح من صلاح الدين. عموما تنديدات، هناك دعوات ب من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ب إنهاء هذه الهجمات المسيرة. إلى الآن لم تعلن الجهة المنفذة، ولكن بحسب خبراء أمنيين وحسب محللين سياسيين دائما ما تتهم واشنطن جماعات مسلحة موالية لإيران باستهداف القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية. إلى الآن عبد الرحمن ليس هناك أي إعلان لأي جهة من قبل حكومة إقليم كردستان عن الجهة المنفذة لهذه الطائرات المسيرة ولهذه الهجمات المسيرة التي دائما ما تستهدف مطار أربيل. نعم. وقوات التحالف، سيما وأن هذه المرة هي السابعة حسب ما قال محافظ أربيل أوميد خوشناو التي يتم استهدافها أربيل. مراسلنا من أربيل بشير الحسن كنت معنا، شكرا لك.